بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس رقم 3. اسم الدرس هو المقصود بالحسابات الكيميائية. أول ملحوظة لازم نعرفها إن كمية المادة المتفاعلة اللي بنبدأ بيها التفاعل هي اللي بتحدد كمية المادة الناتجة من التفاعل، تمام؟ فلو شفنا تجربة لتفاعل برمنجانيت البوتاسيوم مع كبريتيت الصوديوم، الأنبوب اللي قدامنا ده فيه برمنجانيت البوتاسيوم، وبرمنجانيت البوتاسيوم بيكون لونها بنفسجي غامق، تمام؟ وطبعا المحلول هنا مركز فلونه غامق جدا. هنبتدي نضيف عليه كبريتيت الصوديوم ونشوف ايه اللي هيحصل لما يتفاعلوا الاتنين مع بعض. ادي بنضيف قطرات من كبريتيت الصوديوم، بيبتدي يحصل تفاعل، بيبتدي يختفي لون برمنجانيت البوتاسيوم. احنا حطينا كمية قليلة، فالتفاعل حصل مع جزء من المحلول فاختفى لونه، والجزء التاني لسه في لون. ضفنا كمية ازيد اختفى اللون كله. فاكيد سهل ان احنا نستنتج ان التفاعل بينتج عنه اختفاء لون برمنجانيت البوتاسيوم، ولما بتخلص كمية البرمنجانيت بيتوقف التفاعل. مش هيحصل حاجة لو فضلنا نضيف كبريتيت الصوديوم، لان التفاعل خلاص توقف والبرمنجانيت كلها خلصت، اختفى لونها كلها، فهي ما بقتش موجودة، اتحولت لمادة اخرى، تمام؟ لما بنيجي احنا بقى في التفاعلات الكيميائية نحدد ان احنا عايزين نعمل تفاعل معين، اي كيميائي لما بيخطط انه يعمل تفاعل معين لازم يكون عارف كام جرام من المادة بتاعته هيستخدمها، وكام جرام هينتج له من المادة اللي هو عاوز ينتجها، تمام؟ يعني ما بنعملش تفاعل بشكل عشوائي، لازم يكون في حسابات، تمام؟ دي اللي بنسميها الحسابات الكيميائية. يبقى ايه هي الحسابات الكيميائية؟ دراسة العلاقة بين كميات المواد المتفاعلة وكميات المواد الناتجة في التفاعل الكيميائي يسمى بالحسابات الكيميائية، تمام؟ يبقى الحسابات الكيميائية هي دراسة العلاقة بين كمية المواد المتفاعلة وكمية المواد الناتجة، تمام؟ طب ازاي بنحسب الحسابات الكيميائية دي؟ في قانون اسمه قانون حفظ الكتلة، تمام؟ وده بيقول ان المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي. طبعا التفاعل الكيميائي ده تفاعل بشري، فقدرة البشر محدودة، فلا يستطيعوا ان هم يفنوا المادة ولا يستحدثوها، وانشاء كل شيء هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالقانون بالنسبة للبشر ان المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي. يبقى لازم يكون مجموع كتل المواد المتفاعلة اللي احنا دخلناها في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجة. فلو شفنا تفاعل لمسحوق الحديد مع الأكسجين، مسحوق الحديد اللي احنا بنسميه احيانا صوف الحديد عبارة عن زي خيوط رفيعة جدا جدا او باودر مسحوق من الحديد، هنفعله مع الأكسجين فهيتكون أكسيد الحديد. طالما هنفاعل الحديد مع الأكسجين يبقى هنبتدي نكتب معادلة فيها تفاعل الحديد مع الأكسجين وهينتج لنا أكسيد حديد ثلاثي. يبقى لازم الكتل اللي بدأنا بيها في المتفاعلات تساوي كتل المواد الناتجة. نشوف التفاعل الأول وبعدين نحسب الحسابات الكيميائية. هنا هيعمل تجربة، ده وعاء جواه غاز أكسجين ومتغطي بغطاء عشان يمنع تسرب الغاز. بعدين هيجيب عصاية عليها مثبت عليها صوف الحديد، أو يقدر يستخدم باودر الحديد مسحوق الحديد، وهيبتدي يسخنها في اللهب، يسخنها بالحرارة، هتسخن بشكل سريع. هيفتح الوعاء بتاع الأكسجين ويحط فيه الحديد الساخن، احترق بشدة جدا وتوهج بمجرد ما تفاعل مع الأكسجين، تمام؟ فتحول الحديد إلى أكسيد حديد لأنه احترق بواسطة الأكسجين، تمام؟ يعني احنا قمنا بتسخينه وبعدين حرقناه في الأكسجين، دخلناه في الأكسجين فاحترق. ادي كمان تجربة واضح جدا شدة التوهج، تمام؟ والاحتراق اللي هينتج عنه أكسيد الحديد. نيجي بقى نكتب المعادلة الموزونة اللي بتمثل لنا التفاعل اللي احنا لسه شايفينه حالا، اللي هو احتراق الحديد في وجود الأكسجين، أو تفاعل الحديد مع الأكسجين لتكوين أكسيد الحديد. فأدي
المعادلة الكيميائية الموزونة 4 من الـ Fe solid طبعاً كان صلب، زائد 3 من الـ O2 اللي كان غاز موجود جوه الوعاء اللي شفناه، ناتج لنا 2 Fe2O3 اللي هو أكسيد الحديد الثلاثي. المعادلة دي بتبين ان 4 جزيئات من الحديد اتفاعلوا مع 3 جزيئات من الأكسجين لتكوين جزيئين من أكسيد الحديد. الأرقام اللي قدام الرموز دي جزيئات أو مولات، يعني نقدر نستخدمها كعدد جزيئات ونقدر نستخدمها كعدد مولات. طبعا لما نقول ان دي عدد مولات فعلى طول نقدر نحول المولات لكتلة، عشان احنا كنا في الحسابات الكيميائية عاوزين نعرف كتل المواد اللي داخلة في التفاعل وكتل المواد اللي هنحصل عليها. فالمعادلة بتقولنا عدد المولات ما بتقولناش الكتلة، لكن احنا بقانون المولات نقدر نحول اي مول لكتلة، لان احنا عارفين ان المول بيساوي ايه. دايما القانون اللي حافظينه، المول بيساوي الويت على الموليكولار ويت، بيساوي الوزن على الوزن الجزيئي، والوزن الجزيئي بنجيبه من الجدول الدوري. تمام؟ يبقى لما يكون عندنا عدد المولات معروفة والوزن الجزيئي من الجدول الدوري معروف، يبقى نعرف نجيب الوزن اللي هو الكتلة المجهولة بالنسبة لنا، صح؟ طيب لو حاولنا نحسب كتل المواد المتفاعلة وكتل المواد الناتجة ونقارن ما بينها ونشوف هل فعلا بتطلع قد بعضها، هنحسب الأول كتلة الحديد عندنا منه كام مول. عندنا منه 4، تمام؟ يبقى 4 مولات من الحديد بيساوي الوزن بتاعه اللي احنا عاوزين نعرفه مقسوم على الوزن الجزيئي بتاع الحديد. وزن الجزيئي بتاع الحديد من الجدول الدوري 55.85%. يبقى نجيب الوزن ده ازاي؟ صح، اكس على طول. يبقى وزن الحديد، تمام، او كتلة الـ Fe هتساوي 4 في 55.85%، تساوي كام؟ نجيب الآلة الحاسبة ونكتب، يساوي 223.4. نكتبها، يبقى 223.4 جرام. طيب كتلة الأكسجين نفس القانون، عدد المولات بيساوي الويت على الموليكولار ويت، بيساوي الوزن على الوزن الجزيئي. يبقى كتلة الأكسجين هتساوي، طب الأكسجين عندنا منه كام مول؟ 3. يبقى 3 بتساوي الوزن بتاع الأكسجين اللي احنا مش عارفينه على الوزن الجزيئي بتاع الأكسجين من الجدول الدوري. الوزن الجزيئي للأكسجين 16، عندنا منه 2، يبقى 32. يبقى وزن الأكسجين أو كتلة الأكسجين، كتلة الـ O2 هتساوي كام؟ على طول إكس. يبقى 3 في 32 هتساوي كام؟ 96، صح؟ يبقى هذه كتلة الحديد وكتلة الأكسجين. يعني كتلة المواد المتفاعلة بتساوي كام؟ بتساوي كتلتين دول مع بعض، عشان دي المواد اللي اتفاعلت مع بعضها. يبقى كتلة المواد المتفاعلة هتساوي 223.4 زائد 96، 319.4. طيب عايزين نجيب بقى كتلة المواد الناتجة. مين هي المواد الناتجة؟ المواد الناتجة هو أكسيد الحديد الثلاثي. نجيب الكتلة بتاعته من فين؟ ادي عدد المولات بتاعته، يبقى على طول نقدر نجيب الكتلة بتاعته بسهولة. بنفس القانون، عدد المولات بتساوي الوزن على الوزن الجزيئي. يبقى عدد المولات بتاعت أكسيد الحديد الثلاثي كانت 2، بتساوي مين؟ الوزن بتاعه اللي احنا مش عارفينه مقسوم على مين؟ على الوزن الجزيئي بتاعه. الوزن الجزيئي بتاعه ده نجيبه ازاي؟ من الجدول الدوري. هنجيب الوزن الجزيئي بتاع الـ Fe2O3. يبقى نشوف الوزن الجزيئي بتاع الحديد ونضربه في 2، كان 55.85%. ده خاص بالـ Fe2 زائد 3 في الوزن الجزيئي بتاع الأكسجين. 3، نفتح قوس كده، 3 في الوزن الجزيئي بتاع الأكسجين اللي هو 16، ونشوف مجموع الكلام ده بكام عشان نعرف الوزن الجزيئي له، ونقول له يساوي، يطلع لنا 159.7.
تمام، يبقى ده الوزن الجزيئي 159.7. يبقى هنا نكتب الوزن الجزيئي بتاع أكسيد الحديد الثلاثي 159.7. نقدر دلوقتي نجيب الوزن المجهول، طبعا اكس على طول، يبقى وزن او كتلة اكسيد الحديد الثلاثي Fe2O3 بتساوي 2 × 159.7 319.4. يبقى فعلا كتلة المواد المتفاعلة اللي هي 319.4، كتلة الأكسجين مع كتلة الحديد، هي نفسها بالجرامات نفسها كتلة المواد الناتجة اللي هي أكسيد الحديد الثلاثي. تمام، يبقى زي ما قانون حفظ الكتلة بيقول، مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة. تمام، طيب هنا في مثال بيقول يزودنا احتراق البروبين ورمز البروبين C3H8 بالطاقة اللازمة لتدفئة البيوت، لأنه بيستخدم في الطبخ والتدفئة ولحام الأجسام الفلزية، وأحيانا بيستخدم كوقود في السيارات. المطلوب فسر معادلة احتراق البروبين باستخدام عدد الجسيمات وعدد المولات والكتلة، ثم وضح تطبيق قانون حفظ الكتلة. طالما عاوز تطبيق قانون حفظ الكتلة، يعني لازم نثبت ان كتلة المواد المتفاعلة بتساوي كتلة المواد الناتجة. طب هو احتراق البروبين يعني ايه؟ كلمة احتراق يعني هيتفاعل مع الاكسجين، هيتحرق في اكسجين. تمام، يبقى ايه المعادلة؟ هنجيب المعادلة ازاي؟ يبقى هنفاعل ال C3H8 زائد ال O2. طبعا الغاز ده لما يحترق هينتج عنه على طول ثاني اكسيد كربون ومية، دي نواتج الاساسية للاحتراق. تمام، نبتدي نوزن المعادلة، هنلاقي ان جزيء من ال C3H8 بيتفاعل مع 5 جزيئات من الاكسجين، يطلع لنا 3 جزيئات من ال CO2 و4 جزيئات من المية. تمام، ادي دخل لنا 10 اكسجين، طلع لنا 6 زائد 4، ودخل لنا 8 جزيئات من الهيدروجين، طلع لنا 8، ودخل لنا 3 من الكربون، طلع لنا 3. فالمعادلة كده موزونة. تمام، دلوقتي احنا كتبنا المعادلة باستخدام عدد الجسيمات اللي هي الجزيئات وعدد المولات، لان نفس عدد المولات هي عدد الجسيمات. نبتدي نحسب الكتل علشان نطبق قانون حفظ الطاقة. هنحسب كتل المواد المتفاعلة. تمام، مين المواد المتفاعلة؟ C3H8، عايزين نحسب الكتلة بتاعته. انهي قانون هنستخدمه؟ طبعا قانون المول، لان احنا المعادلة بتقول لنا عدد المولات، وعدد المولات هو اللي نقدر نحوله لكتل. يبقى نقول ان المول بيساوي ايه؟ الوزن على الوزن الجزيئي. يبقى لما يكون من التفاعل عدد المولات معروف والوزن الجزيئي بنجيبه من الجدول الدوري، يبقى اي وزن مجهول على طول هنجيبه من القانون ده، صح؟ الوزن المجهول هنعمل اكس على طول، فهنضرب عدد المولات في الوزن الجزيئي. تمام، فنقدر نقول كده كتلة البروبين اللي هو C3H8 هيساوي ايه؟ هيساوي عدد المولات بتاعته مضروب في الوزن الجزيئي. هو عدد المولات بتاعته في المعادلة كانت كام؟ 1، مضروب في الوزن الجزيئي بتاعه اللي هو مين؟ نجيبه من الجدول الدوري. نحسبه ازاي الوزن الجزيئي؟ هنروح على الجدول الدوري ونشوف الوزن الجزيئي بتاع الكربون والوزن الجزيئي بتاع الهيدروجين، نضرب 3 في الوزن الجزيئي بتاع الكربون عشان احنا عندنا 3 منها. ادي الجدول الدوري وادي الكربون، كتلتها كام؟ 12 و11 من 1000. نكتبها 12 و11 من 1000 زائد كام؟ زائد 8 من الهيدروجين. افتح قوس 8 × 1.8 هيطلع 44.9. يبقى كتلة البروبين هتساوي 1 × 44.9 اللي هي 44.9. يبقى دي أول كتلة لأول مادة متفاعلة.
مين كمان كان بيتفاعل معانا؟ الأكسجين. هنجيب ازاي كتلة الأكسجين؟ بنفس القانون، عدد المولات هيساوي الوزن على الوزن الجزيئي. عندنا كم مول من الأكسجين؟ 5، يبقى 5 هتساوي الوزن على الوزن الجزيئي اللي بنجيبه من جدول الدوري، يبقى الوزن هيساوي على طول 5 في الوزن الجزيئي، عدد المولات في الوزن الجزيئي. طب الوزن الجزيئي للأكسجين كام؟ الأكسجين 16، عندنا منه 2، يبقى 2 في 16 بيساوي 32، يبقى نضرب 5 في 32 يطلع لنا 160، يبقى دي 160 جرام. يبقى كتلة المواد المتفاعلة مجموع الكتلتين بتاع البروبين والأكسجين مع بعض. نكتب كده كتلة المواد المتفاعلة هتساوي 44.9 زائد 160، تطلع بكام؟ تطلع لنا 204.9، اللي هي تقريبا 204.1. نقربها يعني، تمام. طيب المواد بقى الناتجة من التفاعل ثاني أكسيد الكربون والمية. طيب كتلة ثاني أكسيد الكربون، كتلة CO2، هنجيبها ازاي؟ نفس القانون، ادي عدد المولات بتاعته، يبقى نقول عدد المولات بتساوي الوزن اللي احنا مش عارفينه على الوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي نجيبه من الجدول الدوري. طيب الوزن الجزيئي بتاع CO2 واحدة من الكربون، يبقى 12.11 زائد 2 من الأكسجين، يبقى 2، نفتح القوس، 2 في 16، شوف ده كله مجموعه كام؟ يطلع لنا 44.1، تمام. يبقى كتلة ال CO2 هتساوي ايه؟ هتساوي عدد المولات في الوزن الجزيئي اللي احنا لسه مطلعينه، يعني هتساوي 3، عدد المولات بتاعت ثاني اكسيد الكربون 3، يبقى 3 في الوزن الجزيئي بتاع ثاني اكسيد الكربون اللي هي 44.1، يطلع لنا بكام؟ يطلع لنا 132 جرام. طب كتلة المية، كتلة H2O، هتساوي عدد المولات في الوزن الجزيئي بتاع ال H2O، عدد المولات كام بتاعتها؟ 4 مول، 4 في الوزن الجزيئي. طب هو الوزن الجزيئي بكام؟ 2 من الهيدروجن، ادي ال H2O، 2 من الهيدروجن، يعني 2 في 1.8، ونقفل القوس، زائد واحدة بس من الأكسجين اللي هي 16، يطلع لنا حوالي 18.2. نضرب ال4 مول في 18.2، يطلع لنا 72.8. نجمع كتل المواد الناتجة، تمام، دي تقريبا 72.1، يبقى كتل المواد الناتجة هتساوي 132 زائد 72.1، يطلع لنا 204.1 جرام، اللي هي نفس كتلة مين؟ نفس كتلة المواد المتفاعلة، تمام. يبقى احنا كده عملنا تطبيق لقانون حفظ الكتلة، ان احنا اثبتنا فعلا ان كتلة المواد المتفاعلة بتساوي كتلة المواد الناتجة، تمام. في حاجة بسيطة جدا اسمها النسبة المولية، والنسبة المولية من اسمها يعني نسبة أعداد المولات. فالنسبة المولية هي نسبة بين أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية، تمام. فلما يكون عندنا تفاعل زي تفاعل البوتاسيوم مع البروم، تمام، عشان نكون بروميد البوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيكون مادة صلبة لونها فضي لامع وبتكون لينة، والبروم ده بيكون سائل بني وبيطلع أبخرة بنية. لما بنفعلهم مع بعض بيحصل احتراق شديد وتكون للهب وغاز، هنشوفها دلوقتي التجربة بعينينا، وبيتكون بروميد البوتاسيوم. البروميد البوتاسيوم ده مفيد في ان هو بيستخدم كدواء مضاد للصرع، بيستخدمه الأطباء البيطريين للكلاب والقطط مضاد للصرع ليهم، وأيضا بيستخدم كمهدئ. فنشوف التفاعل دلوقتي،
هنا ده وعاء زجاجي تمام كبير، موجود في أسفله وعاء زجاجي آخر صغير، وداخل الوعاء الزجاجي الصغير موجود سائل البرومين، موجود كمية من سائل البرومين. بعدين هيفتح الوعاء ويحط قطعة من الصوديوم، ماسكها بالملقاط وقفل بسرعة. حصل انفجار فظيع من التفاعل بين الصوديوم والبرومين. هنشوف فيديو يوضح التجربة بشكل أوضح من كده. هنا هيعمل تجربة، جاب وعاء زجاجي كبير وحط طبق صغير، هيبتدي يغطي الوعاء بأي غطاء، طبعا هو جايب غطاء مضحك كرتونة، وحط قطرة صغيرة جدا من البوتاسيوم. بمجرد طبعا ما حصل سرعة التفاعل وقوته، شايفين شدة الانفجار والنار اللي طلعت والغاز والحرارة من تفاعل البوتاسيوم مع البرومين. طبعا الوعاء اتملأ بخرة والتفاعل كان عنيف جدا. فبعد ما شفنا تفاعل البوتاسيوم مع سائل البروم، نيجي بقى نتكلم على النسب المولية لهذا التفاعل. ادي التفاعل الاول، ادي البوتاسيوم رمزه كي والبروم رمزه بي ار 2، يبقى تفاعل 2 من الكي مع البي ار 2 يدينا 2 كي بي ار بوتاسيوم بروميد. تمام، دي المعادلة بتاعتنا اللي فيها طبعا عدد المولات. لما نيجي نكتب النسب المولية، هنكتب النسب المولية كالآتي. عندنا 3 مواد متفاعلة، هنمسك اي مادة فيهم، لنفترض ان احنا هناخد البوتاسيوم، ونكتب النسبة المولية بينه وبين جميع المواد الاخرى. فالنسبة المولية بين البوتاسيوم والبروم هي نسبة 2 مول إلى 1 مول، يبقى نسبة البوتاسيوم الى البروم 2 مول كي على 1 مول بي ار 2، النسبة ما بينهم 2 على 1. طيب النسبة بين البوتاسيوم والكي بي ار 2 مول إلى 2 مول، يبقى النسبة بين البوتاسيوم والكي بي ار هي 2 مول بوتاسيوم على 2 مول كي بي ار، النسبة 2 إلى 2. نمسك المادة التانية البي ار 2، نكتب النسب المولية بتاعتها بالنسبة لباقي المواد في المعادلة. يبقى هنكتب نسبة البي ار بالنسبة للبوتاسيوم ونسبة البي ار بالنسبة للكي بي ار. البي ار بالنسبة للبوتاسيوم 1 مول على 2 مول من البوتاسيوم، يبقى نكتبها 1 مول من البي ار 2 على 2 مول من البوتاسيوم. طب البي ار بالنسبة للكي بي ار 1 مول من البي ار 2 على 2 كي بي ار، يبقى نكتب 1 مول من البي ار 2 على 2 كي بي ار. حتى المواد الناتجة نكتب نسبتها بالنسبة لباقي المواد في المعادلة. يبقى هنكتب النسبة بتاعت كي بي ار بالنسبة للبي ار، والنسبة بتاعت كي بي ار بالنسبة للبوتاسيوم، يبقى 2 مول من الكي بي ار على 1 مول من البي ار 2، 2 مول من الكي بي ار على 1 مول من البي ار 2. ايضا النسبة هنا 2 مول من الكي بي ار على 2 مول من البوتاسيوم، يبقى نكتبها 2 مول كي بي ار على 2 مول من البوتاسيوم. موضوع سهل جدا. يبقى المعادلة دي فيها 3 مواد، 2 متفاعلين وواحدة ناتجة. المعادلة انتجت لنا 6 انواع من العلاقات، ادي 1 2 3 4 5 6، 6 علاقات من النسب المولية. ملحوظة صغيرة، ان عدد النسب المولية اللي تقدر تطلعها من اي تفاعل، لو التفاعل ده بيحوي N من المواد، سواء بقى المواد دي متفاعلة او ناتجة، فيبقى عدد النسب المولية اللي تقدر تستخرجها منه بيساوي N في N-1. يعني لو عندك عدد المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل هم 4 مواد، المواد المتفاعلة والمواد الناتجة كلهم مع بعض عددهم 4، يبقى N عندك بتساوي 4. يبقى كم نسبة مولية تقدر تحصل عليها؟ N في N-1، يعني 4 في 4-1،
يعني 4 في 3، يعني 12 نسبة مولية تقدر تحصل عليها، تمام؟ وكذلك لو كان التفاعل في 5 مواد، يبقى كام نسبة مولية هتقدري تحصلي عليها؟ 5 في 5 ناقص 1، يعني 5 في 4 بيساوي 20، يبقى 20 نسبة مولية هتقدري تحصلي عليها. كده الحمد لله خلصنا الدرس ده. الدرس الجاي ان شاء الله هو حسابات المعادلات الكيميائية.